عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم مع بعض عن توقعات الاسبوع الثالث من شهر فبراير لمواليد برج الميزان. شهر فبراير الاسبوع الثالث، يلا هنقول بسم الله. طبعا الناس الاول مره تسمعني، ما تنسى الاول مره تتفرج على الفيديو، ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان خاطر يوصلها كل جديد، وكمان تدخل على القناه وتشوف التوقعات السنويه اللي موجوده على القناه. يلا مواليد برج الميزان، برج الميزان الاسبوع ده عندك تغيير، بس عندك عين قويه وسايبر. برج الميزان عندك اصلاحات في الطرق، عندك انت كنت بتشعر بحاله من الاكتئاب، عندك تغيير امور، عندك كمان حال هيتغير للاحسن. انت في حاجة عايز تشتريها او حاجة معينة في دماغك، تفكير ايجابي. شايفة كمان ان برج الميزان هيكون عندكم اخبار حلوة وتطورات جميلة في صالحكم وليكم. انت بتشعر ان قلبك مغلق وقلبك مفيش اي حد، ما عندكش ثقة بحد، ما عندكش او حاسس بالاحباط. عندك تغيير ان شاء الله باذن الله مواليد برج الميزان، عندك انطلاقة جديدة. انت اتصدمت واتخدعت من حد قريب ليك، الحد ده اثر على حياتك بشكل سلبي، لفتاة الميزان وكمان راجل الميزان. الحد اللي كان في حياتك ده اثر عليك سلبيا، اثر عليك سلبيا، اذا كنت مرتبط او كنت في علاقة فشايف العلاقة دي كانت سلبية، بس في انطلاقة جديدة، في رحلة حلوة، عندك حب جديد، حب تغيير، رجوع حد من الماضي، شخص جديد في حياتك ان شاء الله بإذن الله هيغير حياتك بشكل حلو، حب ايجابي هينتهي بالجواز ان شاء الله بإذن الله. انت اتظلمت، راجل الميزان وست الميزان اتظلموا وبيدعوا ربنا لتغيير الحال، بيدعوا ربنا لتغيير الحال علشان خاطر يوصلوا. انت فقدت حاجات كتيرة جدا، فقدت ابيك، فقدت اخيك، فقدت حد غالي على قلبك، صديق ليك، زوجتك، ابنك، فقدت حد غالي على قلبك لدرجة ان هو مأثر عليك. مواليد برج الميزان الاسبوع ده اسبوع مقابل، عندك يوم 17 و18 اخبار حلو. حان الان الوقت ان انت تتحرر من بعض الامور، من بعض المسؤوليات، وهيتعبر من ناحية العاطفة، هتعبر عن اللي في قلبك بشكل حلو جدا علشان هتقابل الشخص المناسب، الحب الحقيقي. مواليد برج الميزان عندك حاجة جديدة هتحصل في حياتك الفترة اللي جاية، هتغير تفكيرك بشكل ايجابي. شايفة كمان ان انت عندك تحقيق امنية حلوة جدا. لو انت منتظر حاجة تحصل الآن هو وقت الحدوث ليها. انت زعلت بخبر مؤلم أثر عليه، الخبر ده هينتهي، وشايفة كمان ان انت هتبدأ تغير من حياتك بالشكل اللي انت عايزه وبالشكل اللي انت تستحقه. مواليد برج الميزان زي ما قلنا عندهم حب حقيقي الاسبوع ده، عندهم لقاء بحد قريب، عندهم اشتياق لحبيب او اشتياق لشخص معين. شايفة كمان انه تمانية الكوبة ده الاعتراف بالحب من الاشارات المهمة، الاعتراف بالحب من الاشارات المهمة. تسعة الكوبة دي علاقة حب متبادلة بينك وما بين الحبيب، يعني عندك علاقة حب قوية، عندك اعتراف بالحب، عندك علاقة حب متبادل بينك وما بين الحبيب. هنفسر الاوراق الحلوة الاول. ستة الديناري دي لقاء او حاجة مزعجة هتزعجك لبعض الفترة وهتنتهي وهتروح لحلها. تسعة الديناري دي حب حقيقي، حب قوي، رابط قوي بينك وما بين الاشخاص او ما بينك وما بين الاحبة. تمانية الديناري انت مهتم وعايز تشتري حاجة حلوة او تشتري حاجة معينة في حياتك، هتسعى عليها علشان توصل وتحقق هدف ان شاء الله بإذن الله. ست الميزان امرأة قوية، امرأة طموحة، امرأة بتحب الحياة، امرأة عفوفة بس مهمومة وشايلة كتير جدا. اتظلمت، اتغدرت، اخدت اكتر من ضربة على دماغها اثرت عليها بشكل سلبي. وراجل الميزان برضو كذلك الامر. راجل الميزان طموح، اهدافه حلوة، شخصية رائعة، شخص منفتح، متفائل، بيحب الحياة بشكل جميل. شايفة ان شاء الله بإذن الله عندكم تغيير، حاولوا تبعدوا الافكار
المزعجة عن حياتكم علشان خاطر تقدروا تكملوا وتقدروا تنجحوا. شايفة كمان العين القوية اللي صايباك مخلية حياتك مقلوبة الجحيم، مخلية حياتك مفيش حاجة فيها بتكمل للأسف، كل ما تمشي خطوة لقدام بترجع ألف خطوة بسبب العين القوية اللي صايباك. شيطان ومحاويك، شيطان حد عامل ملاك ومحاويك محاوطك من كل الاتجاهات، بس الشكل الشخصية دي مش كويسة، الشخصية دي بتحاول ان هي تأذيك بكل الطرق. تسعة السباتي، تسعة عشر السباتي، التغيير في الأوضاع، عندك تغيير في الأوضاع، مستني ورقة تتمضي، مستني حكم حلو، مستني حاجة حلوة جدا هتأثر عليك بشكل إيجابي إن شاء الله بإذن الله ولصالحك، وكمان هتكون من صفك. تحياتي ليك يا مواليد برج الميزان، عندك تغيير جذري، تغيير في الأوضاع، وكمان هيكون نجاح وزيادة في الأموال. عندك سبعة السباتي، سبعة السباتي دي ورقة بشكل مهم جدا، بشكل ورقة هتكون بشكل عام ورقة مفيدة جدا، هتلاقي فيها تغيير حلو، وممكن كمان يكون دخول محكمة مواليد برج الميزان، دخول محكمة لصالحكم، لصالحكم. شايفة كمان تسعة البستوني، تسعة البستوني دي حد غدرك او حد ألمك، حد ظلمك، حد كسر نفسك، حد أثر عليك بشكل سلبي، حد أثر عليك بشكل سلبي. تسعة ستة السباتي، ستة السباتي دي موضوع او انت كنت في علاقة مزيفة بينك وما بين الحبيب، دي فترة سابقة مش الآن، دي فترة سابقة، الفترة السابقة كنت في علاقة مزيفة بينك وما بين الحبيب، الحبيب غدرك، ضربت كذا ضرب على دماغك. شايفة كمان تمانية السباتي، تمانية السباتي دي هنقول اجتماع حلو جدا، في خير بعد مجهود وحضور. عندك يا مواليد برق فتاة الميزان، فتاة الميزان هيكون عندها هدية، قلب مفتوح، حد هيجيب لك هدية حلوة جدا انت ما كنتيش قادرة تتوقعيها. وراجل الميزان، راجل الميزان احذر من سيوف ورا ظهرك بتحاول ان هي تلعب دور كبير في الانانية والخوف، وهي هتعدي عليك فترة من الألم والتعب، وهتفضل هترجع تقف على رجليك ويتحسن وضعك وتتحسن أمورك بشكل حلو جدا وبشكل سلبي بشكل غير انت غير ما كنتش متوقع ان الامور هتتغير كده. الامور عندك في صالحك ان شاء الله باذن الله مواليد برج الميزان، عندك اسبوع ممتع، عندك قرار مهم، احذر من يوم 15 في الشهر علشان خاطر ممكن القلوب هيحصل عندك شويه معاكسات، بس الامور هترجع تاني في صفك وهترجع تاني لصالحك ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليك يا مواليد برج الميزان، ودلوقتي هنختار ورقه مع بعض ونشوف كارتك بيقول ايه. تسعة السباتي، تسعة السباتي دي غضب وانتقام، حد غاضب منك، حد عايز ينتقم منك، حد مش كويس في حياتك عايز ينتقم منك، عايز يغدر بيك، هيلعب بيك، احذر من الشخص اللي عامل حبيبك يا مواليد برج الميزان. انتوا اشخاص طيبين جدا، بس بتعرفوا ازاي تتحكموا في الحياة، حاولوا ان انتوا تغيروا من تفكيركم للطريق الصح، وان شاء الله باذن الله تتمتع باسبوع مهم، اسبوع فيه بعض الاخبار الجميلة.